اسمح لي يا اخويا، اسمح لي اهز. Thank you.
شكرا موصول عبر كل العداءات للعدائين ولكذلك اذا لحظه تركيز للبطل خليل محمد من بومل I'm sorry.
نعم، ودائما في إطار هذا المعرض الإقليمي للصناعة التقليدية شكر موصول للفنان بلهوى على صغره التكريم في إنجاح هذا العرس، وعبرها تحية لاغتيال الدرك الملكي والقوات المساعدة على صغره وعلى الجانب الأمني في إنجاح النسخة الثانية للمعرض الإقليمي للصناعة التقليدية تحت شعار الصناعة التقليدية إرتم تاريخي القصوى. ودائما إذن شكرا لكل العارضين والعارضات. شكرا موصول لابتسامة بلهوى في انتهاء هذه المحطة. مسكين مرسى الخزنة بمعدات لوجستية خاصة بالصوتيات لإنجاح هذا العرض. موعد الزوار مع الدعاء غدا إن شاء الله في موضوع التقليدية. يخبر رئيس اللجنة الرياضية أن نهاية كرة القدم غدا إن شاء الله في ملعب بلدية كروب العزم كنا ابتداء من الساعة 5:00. مرحبا بكم في إطار تشجيع الجانب الرياضي لقلعة المنفورة، عملية تحدي من طرف البطل الخليل محمد لإيقاف 4 دراجات في سرعتها القصوى. ودائما تحت الصفقات الجمهور الكريم. الدراجات النارية موعد الزوار مع نهائي كرة القدم غدا إن شاء الله ابتداء من الساعة 5:00. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أشكر تعاونية أصدقاء القناة وعلى رأسها السيد طاوس وجمعية الحرفيين باش عرفوا أنا راه حرفي بحالهم. أنا نجار وأمين غرفة الصناعة التقليدية ديال عقل المزازات. فينا غير باش نحضروا الصناعة ديالنا في هذا المعرض. والحمد لله أنا ديجا شاركت بسبت المدن المغربية أنا والبطلة فاطمة الزهراء، واليوم نويت باش نكوفري السعاد الماطر ولكن ضمج الوقت وضيق الوقت. وان شاء الله دابا راه تنسعد باش نهرس 100 مبنات اسمنت وشارفه العفيد في بلاد ديالنا شارفه العافيه. وتنسعد باش نزر حافله لنقل الركاب 50 بلاصه. واش نقدر نقول للشباب اياكم والتدخين والمخدرات، عليكم بمحاربه التدخين والمخدرات وعليكم بممارسه الرياضه، لان العقل السليم في الجسم السليم. وعندي حوايج اخرين تنقزع الزاج تنعس على المصام، وهادشي راه ماشي السحر ولا الشعوذه حاجه ما عاد الله، ولكن هادشي طيب غير التدريب تدريب صعبه. وشنو نقول لكم؟ وتشكر بزاف الجمهور ديال القلعه
عطيت بهم النتيجه دوك كنت شارب الساب انت نوات مارس بالرياضه الحمد لله باش انا تسهل لي مشيت نصرف الرايه المغربيه الف في الدول العربيه الدول الاوروبيه ان الرايه المغرب تحت اجراء السيد محمد الملك محمد السادس نصره الله وايده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اعتبنا انه الرياضي كلامه من خلال الجسد. فاطمة الزهراء ما يدتي ليك المناسبة طن تشاركت ذلك المعرض. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم الجمهور ديال قناة مكولا، كنشكركم بزاف حيت حضرتوا معنا اليوم وأنا فرحانة بزاف حيت درت لكم هذا العرض، واخا ما سافناش لحد شوية حيت الأرضية كتزلق ماشي مشكل، مرة أخرى إن شاء الله وندير لكم شي عرض مزيان حسن من هذا، هادشي كنتمنى وشكرا. كنبغينا الجميع عبر هذه القاعات الموسيقية تشجيعات للأبطال. شكرا الشاعرة فاطمة. والآن مع فاطمة أقول لك عبر هذه الكلمات الشعرية ولساكنة قلعة مكونة ترد لك جميلا شعريا فتقول عبر شهرتها بحقول اللوز والجوز والورد أبورتي اللوز اسمانا كل غلاتا ربيك سيمان إريكني اللازي وإنك سستان أبورتي اللوز القلعة ربيك سيمان. تبارك الله عليكم. المهم انتشرت مزيرة قلعة مكونة زعما صراحة لقيتها هي تلغلت لي سجو ورنسين زعما انا يسرى ستنزار وعليني الحمد لله انا مش كاس قلعة مكونة انا فات قيس زعما نورد انا فات قيس نقرت انا فات قيس زعما الحمد لله كله ما زيد تفتح جاب نادم اولا كله ميدن زعما اللي حاضر لي نغصت زعما يستسمح ما يادي لا لهنا الا لمان الا وفولكي تيلي المعنى الحمد لله الخاطر يقومين كي غير الخاطر يحريسه والبنادم غير الخاطر هانك الشيح سويح يحلي يساوي البنادم سوا وليد فولكي الخاطر نكوجو داري ما حنتكاع الماكله الخاطر الماكله نربي قط غير الخاطر هاك نحفظ الضعيط ما تما غير في مازير فنان تما غير تما عقول تما غير في لهنا دلمان ايت زياد سلمكا هاك نحفظ ربي شكرا تنمير بن الباهره.
إذا شكرا للسعادة فاطمة على هذه المساعدة.